مرحبا بكم معايا في جولة جديدة في مدينة سيدي قاسم، واللي غنحاول ندير فيها واحد الجولة للتعريف بالمدينة كما أنها مدينة مغربية صغيرة من حيث المساحة، تقع غرب المملكة المغربية وتبعد عن مدينة القنيطرة بحوالي 60 كيلومتر وعن مدينة مكناس بخمسين كيلومتر. كما يعود تأسيس مدينة سيدي قاسم إلى سنة 1699 ميلادية، عندما قامت قبيلة السفيان في القرن الثامن عشر ببناء ضريح دفينهم سيدي قاسم بوعسرية. وبعد حصول المغرب على الاستقلال، أعطت الحكومة المغربية أمرها بتغيير بعض أسماء المدن من الفرنسية إلى العربية، ومن ذلك أصبحت تعرف بمدينة سيدي قاسم نسبة للوالي الصالح سيدي قاسم بوعسرية. من قبائل الغرب تابعة لجهة الغرب شراردة بن حسن، وهي موطن مدينة سيدي قاسم، وتحدها شرقا قبيلة حجاوة وجنوبا قبيلة الزراهنة وقبيلة كروان وغربا قبيلة بن حسن وشمالا قبيلة بن مالك. أما المنطقة التي توجد بها المدينة حاليا فقد عرفت باسم ظهر الشماخ نسبة إلى مقر اجتماع كبار أهل القبيلة المعروفين بالشماخ، كما أن هنا الشركة الشريفة للبترول التي ساهمت مساهمة فعالة في التطور الحضري الحديث للمدينة، والتي كانت مدخنة التكرير الشاهقة تتراءى للقادم إلى المدينة من بعيد من جميع الاتجاهات قبل الإقدام على إتلافها أو تدميرها في بدايات سنة 2000، وبذلك يتم القضاء على أحد أهم معالم المدينة التي كانت تميزها وحدها على سائر المدن المغربية. أما القضاء النهائي فيتمثل في إغلاق الشركة الشريفة للبترول نهائيا وتحويل جميع أنشطتها إلى معمل لاسمير بالمحمدية، مما أنزل الضربة القاضية على المدينة وعلى أحد أهم أنشطتها الاقتصادية وما يترتب عنها. تشتهر المدينة بالأنشطة الزراعية، حيث تعتمد عليها بشكل أساسي في الاقتصاد، ومما يساعد في ذلك هو جودة التربة وملائمتها. ونتيجة لذلك فأصبح الإقليم يشتهر بزراعة أشجار الزيتون، كما كانت تشتهر قديما بالتنقيب عن البترول، كما يشتهر الإقليم بالأسواق المحلية الكبرى كذلك.
كنيسة مسيحية بنيت في مرحلة الاستعمار الفرنسي، كانت مكان للطقوس الدينية، كما أنها لا زالت تحتفظ بشكلها ومعمارها المتميز.
وهنا مرورا بمدينة سيدي قاسم اتجهنا لمدينة مكناس. طريق جميلة انتم غادي تشاهدوا معايا، كي كتلاحظوا معايا هنايا القطار متجه لمدينة فاس مرور بمدينة سيدي قاسم. وهنا دخلنا لمدينة الزيتون، المدينة الإسماعيلية، مدينة مكناس الجميلة اللي قضينا فيها واحد الوقت لا بأس به، واتجهت لمدينة فاس. كنتمنى تكون هاد الجولة خفيفة، قلت علاش لا ما نتقاسمش معاكم هاد اللحظات، وفرصة قادمة نتلاقاو بإذن الله في فيديو جديد وفي مدينة جديدة ولا في حدث جديد. إلى اللقاء.